قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. جميلة جميلة. ولو في يعني تطوير بقى أسئلة دينية يعني حتى اللي لو ما بيعرفش ممكن يعرف معلومة صحيح هتفيده بعد كده. صحيح. ايه رأيك بقى؟ هو كده عم يضحك يا عم، انت حبيبي والله، انت راجل محترم. الله. انت راجل محترم. هو احنا نازلين عشان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طب انت ايه رأيك فيه بيقولوا قرآن عشان خاطر ياخد فلوس بقى ولا بيقولوا قرآن ليه بقى؟ انا اولا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه، بس انا شايفه ان هي حاجه خير. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ اتعرف بيك، اسم حضرتك ايه؟ عصام يوسف. عصام يوسف؟ ايوه. دلوقتي عرفنا انت بتقول لنا ان انت بتابعنا جامد وبتاع. تمام. معاك تليفون ولا حاجه؟ معايا تليفون. التليفون بتاعك معاك؟ لا خلاص خليه خلاص. لا 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 حبيبي استاذ عصام. تمام. انت حضرتك شغال هنا ولا ساكن هنا؟ ساكن هنا يعني. تمام. شغال ايه؟ شغال مطعم. في مطعم؟ ايوه. ربنا يبارك لك يا رب. شيف في مطعم؟ ما شاء الله. في مطعم هنا في كفر الدار ولا بره؟ لا بره. ربنا يبارك لك يا رب ويزيدك يا رب. لكن. عندك اولاد بقى ولا ايه؟ عندي. عندك كام ولد؟ عندي بنتين وولد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويشوفهم احسن الناس. طب دلوقتي احنا انت بتابعنا من امتى بقى؟ يعني بقالي زي 3 4 اسابيع كده. بقالك متابعنا من 3 4 اسابيع بس؟ اول فيديو شفته لنا مين؟ الطفل الصغير اللي هو بتاع المصاحف. بتاع المصاحف منصور. ربنا يبارك فيه يا رب منصور. ربنا يخليك. عجبني الموقف جامد يعني. ايه اكتر حاجه شدتك في الموضوع؟ يعني لما تبقى طفل زي ده كده وعنده يعني اسلوب حلو في الكلام. صح. واخد بالك وحافظ قران في السن ده وصوته حلو. صوته جميل ما شاء الله. عنده 9 سنين تقريبا. تمام. يعني حاجه سن صغير وما شاء الله صوته جامد. صح. هو ده اللي احنا عايزينه بقى بالظبط. احنا عايزين يعني المشوار يعني ينتشر يعني كويس يعني بالنسبه للمحتوى. انت ايه رايك عامه في الفكره والمحتوى؟ لا الفكره جميله ما شاء الله عليها يعني، وعامل لنا تعليم منشورات جامده بسبب متابعنا وبتشير بقى كتير. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات كل من دعمنا. لا. لان احنا والله العظيم في الاول وفي الاخر دي اللي يعني ما شاء الله النيات حاجه كويسه جدا. ممكن واحد يبقى ممكن ساعات تلاقي تعليقات سلبيه طبعا. اكيد لازم تلاقي أكيد واحد يخش يقول لك يا عم ده فكنا بيدور على الشهره. تمام يا عم ده بيدور على ايه. طب هو تعالى حد الفكره تمام بالنسبه حتى الاطفال لما بيتابعوا حاجه زي كده برضو ايه تبقى مبسوط. قدوه حتى بالظبط قدوه. هو ده اللي احنا عايزينه. تمام. حتى تمام. بره بقى عن ان انا بدور على الشهره. لا يعني لا يا عم حتى لو انا جزاك الله خيرا في اللي بتعمله بصراحه. صحيح يعني. حتى تمام. مثلا لو انا اللي هو بيفكر في حته مثلا اللي هو ده رمضان التوخي بيدور على الشهره. لا حتى لا لو لا. هو مثلا لو انا فرضنا لمجرد الفرد ان هو ايه بدور على الشهره بس بص الاولاد بتتابعه. تمام فاهمني. تمام. انا عايز تمام. دي انا عايز ابني يتابعه بره عن هو بيعمل ايه بقى بره. كويس. حاجه بتاعته دي بتاعت ربنا. صح صح. النيات دي بتاعت ربنا بقى. طبعا ربنا يبارك فيك يا رب. احنا نازلين النهارده بمناسبه الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا يبقى عندنا على الصفحه بتاعتنا 5 مليون. سعيده جدا الحمد لله. ربنا والله ده انا مبسوط ان انا شفتك وضحكتك الجميله دي. وانا يعني والله العظيم بتبقى شرف ليا ان انا اقابل حد قد والدي بيبقى متابعني كده وبيشكر فيا حتى هو من غير انت ما تعرفني. لا والله ربنا يعني عجبني الفكره. جميله. حبيب. ولو في يعني تطوير بقى اسئله دينيه يعني حتى اللي لو ما بيعرفش ممكن يعرف معلومه. صحيح. هتفيده بعد كده. صحيح صحيح. نحاول ان احنا نطور ثقافه دينيه عاليه جامد. صح صح. اه هو الحمد لله يعني ما نبطلش. لا 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 بالله عليك. لا والله ما تبطل. انا كنت بفكر ابطل. ان شاء الله احنا مستمرين لحد اخر نفس لينا ان شاء الله. كلنا وكل الناس اللي شغاله معانا الحمد لله. انا بقول لك احنا الحمد لله كملنا 5 مليون على الفيسبوك. تمام. فعندنا طبعا احنا كان حلم بالنسبه لنا ده مستحيل. كنت بقول مستحيل حد يتابعني. لا لا كمل وربنا معاك ان شاء الله حبيبي. ربنا يخليك والله. واللي انا ملاحظه ان احنا كمان من كل الدول العربيه. انا عرفتك من الشبكه لما شفتك عرفتك. قلت هو حبيبي. نزلت لك من الرابع من هنا لما شفت حضرتك. والله العظيم والله العظيم ده شرف ليا. اقسم بالله شرف ليا. وانا مبسوط ان انا يعني حد بالجمال ده والناس الكبيره اللي قد والدي ديت لما بشوفها والله العظيم بقول دي اكتر حاجه بتبسطني. قدوه لناس كتير بصراحه والله. ليه اكتر حاجه بتبسطني اللي هو اكيد الراجل الكبير ده اكيد عنده خبره في الحياه. لما بيبص يقول لك لا ده راجل كويس. فما الراجل الكبير يقول عليا راجل كويس انا الحمد لله الى حد ما راجل كويس. لا انا الحمد لله وصلنا 5 مليون على الفيسبوك. وصلنا على اليوتيوب مليون وده كله من اهل القران.
كلها ناس لو نزلت لها اي حاجه هتقول ايه ده، لا احنا عايزين قران بس. الحمد لله جمهوريه، وباذن الله هتوصل ال 100 مليون. اه وفي سنه وفي دعوات اسئله دينيه كتيره صحيح، يعني ممكن تغوط فيها دي ان شاء الله. دعواتك بقى نوصل نكسر الدنيا بالله عليك، وان شاء الله نجي لك في نفس المكان لما نوصل ال 10 مليون. تاخد بقى معانا بالبوكس الكبير ولا البوكس الصغير؟ اللي هو ايه ده؟ تعمل ايدك في البوكس الكبير ولا الصغير؟ هنا كده يعني ولا كده؟ اي حاجه ده او ده. اغلى حاجه؟ اه كسبت معانا مصحف اهو ما شاء الله تبارك الرحمن. انت بقى اخترت كده بالقدر كده البوكس الكبير حبيبي يا ريس، الله يخليك ربنا يبارك فيك. لا مش بالقصد يعني، على اساس اعرف انك كيف. طب اختار بقى من البوكس الصغير. جميل. اه استنى واحده انا اطلعها لك. خد معانا الصرف ده كده، افتحه كده معانا. حبيبي لا دي بقى كام؟ دول 500 جنيه اللي احنا وصلنا 5 مليون والله العظيم. حبيبي والله ربنا يبارك فيك، هديه مننا. انا مبسوط ان انا شفتك، دعواتك لينا بالله عليك حبيبي. ده شكر لينا بس اللي انت بتابعنا، ده شكر لينا اللي انت. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، واحنا مكملين بيكم، احنا مكملين بالناس وبرضاكم عننا وبدعواتكم لينا اللي بتقدمنا لقدام والتعليقات الجميله. والله انا مبسوط والله العظيم، انا مبسوط ان انا شفتك حبيبي. ربنا اجمل حاجه النهارده في الحلقه والله. ربنا يخليك حبيبي يا ريس، ربنا يكرمك. السلام عليكم. هو الراجل ده بيقول ايه يعني، بيعمل ايه؟ طالع بيقول على النت ويجيب ناس بيستضافهم بيخليهم يقولوا قران. بيقولوا قران بس؟ طب انت ايه رايك فيه؟ بيقولوا قران عشان خاطر ياخد فلوس بقى، ولا بيقولوا قران ليه بقى؟ انا اولا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه، بس انا شايفه ان هي حاجه كويسه. سواء بياخد فلوس او بياخد ما بياخدش فلوس او بيجري ورا فلوس او ما بيجريش، او ما بيجريش ورا فلوس، هي حاجه كويسه صح؟ حاجه كويسه. المهم ان هي حاجه بتنفع الناس احسن من الممثلين والناس اللي بتقعد تتكلم عن الاغاني وكده. صح؟ ما شاء الله عليكي. طيب هو الراجل ده اسمه ايه بقى؟ محمد الطوخي. محمد الطوخي؟ طب شوفي كده محمد الطوخي ده، لو انت عامله سبسكرايب هديكي جايزه. والله العظيم كنت عامله على الفيس الاولاني. طب يا جدعان دلوقتي طلعت عامله لنا سبسكرايب الحمد لله. هو انا رمضان الطوخي. هات الجايزه كده بسرعه. الجايزه دي بمناسبه ايه بقى؟ بمناسبه ان انا كملت على الفيسبوك 5 مليون. ما شاء الله. 5 مليون مشترك، وعلى اليوتيوب كملت مليون سبسكرايب برضه. فاهم قصدي ازاي؟ فدي جايزه. تختاري تاخدي من الصندوق الكبير ولا الصندوق الصغير؟ تختاري تاخدي من الصندوق الكبير ولا الصندوق الصغير؟ اي حاجه. لا انت اختاري الصغير. انت على حق اللي يريحك، عايز الصندوق الكبير في جوائز، الصندوق الصغير في جوائز. ايه ده؟ يا اختاري الصندوق الصغير بقى، افتحي كده شوفي الظرف ده فيه ايه كده. شوفي كام دول بقى؟ كام دول؟ 500 جنيه. كسبت 500 جنيه يا جماعه عشان احنا كملنا ال 5 مليون. تمام. المهم اللي انت متابعانا يعني، اشهر ايه لينا ايه؟ ايه اشهر ايه لينا ايه؟ وقال ايه؟ فرعون زاروني اقتل موسى وليد. اختاري من الصندوق الكبير بقى معانا يلا. مد ايدك. على فكره الصندوق الكبير فيه حاجات كتير، بس على حسب بقى مد ايدك انت ونصيبك، وفي حاجه غاليه برضه. خلاص يا مواد اي حاجه. يعني حاولي مد ايدك، معاكي 3 ثواني. هي برضه كسبت. هو ماشي خلاص، هو من نصيبك. فاهم قصدي ازاي؟ وان شاء الله كده عايزين بقى ايه دعم كتير الفتره اللي جايه. ايه رايك في المحتوى بجد والله؟ جميل والله بامانه. والله العظيم جميل. اللي اي اكتر حاجه عجباكي في المحتوى؟ الصوت اللي انت الناس اللي بتجيبهم، كمان يعني انت مش بتكون محضر الكلام. ايوه. فان انت بتقابلهم فبيقراوا عادي بجد، ومواهب جميله ما شاء الله. مين اول واحد نزل في الشارع بقى؟ حضرتك. بس بجد والله في ناس بتقول انا بنزل بس عشان خاطر الفلوس، انت ايه رايك في الموضوع؟ لو كان فلوس ما كانش ده طبعا. ما كانش ده طبعا. ما كانش تديلكوا فلوس. لا طبعا. طيب ماشي والله. انا سعيد ان انا شفتك. انت في كليه ايه بقى وفي ايه؟ ثانيه ثانوي علمي. ثانيه ثانوي علمي؟ ازهري. اي ازهري؟ ما شاء الله. عشان نفسك تطلعي ايه بقى؟ صيدله ان شاء الله. احلفي بالله. والله. ماشي ان شاء الله. نقابلك كمان كام سنه، هتدخلي ايه انت صيدله؟ ان شاء الله سنتين. سنتين؟ انت في سنه اولى؟ لا ثانيه. ثانيه ثانوي. سنة بقى عليك سنة تالتة بس وتدخلي. يبقى خد الرقم بتاعي، لو دخلتي صيدلة ليكي مني 50,000 جنيه. إن شاء الله. قدام الناس اهو. اسمك ايه؟ مودة. مودة؟ بجد؟ على اسم بنت أختي أنا اللي مسميها، خلي بالك. بص بص بص، لو دخلتي صيدلة قدام الناس، لو دخل الصيدلة مودة ليها مني 50,000 جنيه. ماشي؟ إن شاء الله. أوكي يلا. سلام عليكم. بقول لك يا أبو الصحاب. عامل إيه يا ريس؟ الأخبار؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ بقول لك عايز أسألك على واحد هو من هنا.
فاهمني ازاي؟ لو كنت شفته قبل كده في اي حته ولا حاجه. انت معاك تليفون؟ مش معاك تليفون اصلا؟ الراجل ده تعرفه؟ شفتوش على ما بتفتحش نت انت خالص. مش معاك تليفون اصلا؟ قافل بس في البيت. ما بتفتح فيسبوك وكده؟ اه. متابع حد على الفيسبوك طيب؟ لا. خالص؟ ولا على اليوتيوب؟ ولا اي حاجه. مش بيعجبك حد من على الناس دي خالص؟ انا اصلا ما بتفرجش عليه اصلا. مش بتتفرج على الناس دي خالص. طب بص انا هوريك الراجل ده بيعمل ايه. بس هو كده من وشه كده انت ايه رايك فيه؟ شغال يعني. بس بص قاطع حاجبه وبتاع. ازاي بقى شيخ وقاطع حاجبه ما تعرفش؟ هو قاطع حاجبه كده ولا هو مش عارف كده؟ هو مش عارف ممكن قاطع حاجبه كده. بس دي مش مقطوعه. دي مش مقطوعه؟ ما هوريك حاجه ليه يعني وانت ايه؟ احكم بنفسك يعني. بص هو ده. شفتوش قبل كده؟ مش عارف هو قالوا لي ان هو من هنا فانا جاي اسال عليه. انا اصلا مش من هنا. انت اصلا من ايه؟ من الصناعة. من الصناعة؟ هو من كفر الدار. بيقولوا هو من كفر الدار. اه وكفر الدار دي اصعب. اه. من الصناعة من الحدايق. طب انت هنا بتعمل ايه بقى؟ شغال هنا؟ شغال بتعمل ايه بقى هنا؟ بتلم خردة. انت من هنا؟ وايه الدنيا معاك؟ متجوز وكده معاك اطفال ولا حاجة؟ بجد والله. معاك بنتين ولا؟ معاك بنتين ولا؟ ساكن ملك ولا ايجار بقى ولا ايه؟ لا ايجار. ايجار؟ تدفع ايجار كام في الشهر؟ 500 جنيه غير الميه والنور والكهرباء والغاز يعني اخش لك في 1000 جنيه. اه ربنا يعينك. بص هو عامة الراجل ده هو انا فاهمني ازاي؟ فاهمني؟ بقدم قرآن الحمد لله يعني بسأل الناس في الشارع اسئله قرآنيه وكده بس. احنا الحمد لله نازلين ندي الناس هدايا كده بمناسبه ان احنا وصلنا نعمل 5 مليون. فتعالى كده يا هيما هات البوكسين الكبار كده معاك. لا تاخد من البوكس ده ولا البوكس ده؟ اللي رايحك 100 ايدك فيه على طول. ده الصغير اشمعنى بقى اخترت الصغير؟ على قدك. على قدك؟ يعني انت راضي باي حاجه، راضي بقليله. اي حاجه. انت قلت لي ايجار شقتك كام بقى؟ 500 جنيه. ده شهر من ايجار شقتك. بس كده. ايه رايك بقى؟ هو كده عم يضحك يا عم، انت حبيبي والله. انت راجل محترم. الله. انت راجل محترم. هو احنا نازلين عشان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وربنا بيكرمنا فاهمني ازاي؟ فلازم احنا ننزل نبسط الناس. اسمك ايه بقى؟ سيد. وانت لو احتجت اي حاجه سيد. الله. انا معاك. ولسه الناس بخير. فاهمني ازاي؟ انا هديك رقمي ولو احتجت اي حاجه انا معاك. دي هديه مني كده من اخوك ايجار شهر. فاهمني ازاي؟ العلبه الكبيره كانت فاضيه. العلبه الكبيره لا مش فاضيه يا عم. يا نهار ابيض انا هضحك عليك برضه. مد ايدك في العلبه الكبيره. لا مد ايدك. لا مد ايدك في العلبه الكبيره برضه. لا لما تخش الظرف هتلاقيه فاضي. الظرف ده فاضي. مد ايدك تاني. في علبه تانيه. ايوه مد ايدك بقى. ده مصحف. خده برضه. خده معاك. خده. خلي ابنك يقرا فيه كده. اهم حاجه تحفظه القران. عندي واحد كبير ما شاء الله. عنده كام سنه؟ سنة تانية عادية. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه. ما شاء الله ما شاء الله. التانية أولى ابتدائي. ما شاء الله ربنا يعينك بقى على جوازهم. أهم حاجة عندنا أنا أشوف ضحكتك الجميلة دي والله. حبيبي عم سيد. عم سيد صح؟ حبيبي عم سيد. قاعد هنا على طول؟ اه. هبقى أجي لك والله. حبيبي عم سيد ربنا يخليك. رجالة 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 ثانية واحدة رجالة. ثانية واحدة. أقول لك يا صاحبي أنا من حلوان وجاي أصور مع الراجل ده. حد فيكم يعرفه؟ رمضان التوفي. رمضان التوفي؟ ايوه انت. طب صحيح؟ خلاص طب تعالوا تعالوا احنا بنصور حلقه بمناسبه ان احنا ايه جبنا الحلقه الناس اللي هي هناك دي. كم واحد كده؟ واحد اثنين اربعه خمسه. خلاص بقى خلاص يا رجاله. ايه ثانيه سيبهم لي بقى الخمسه. ثانيه واحد تعالى تعالى. هو الناس طبعا يا جدعان. طب ثانيه واحده. طيب شيل المايك. المايك باين. تعالوا كده عشان الكاميرا بتصور هناك اهي. تعالوا بس الخمسه اللي احنا شاورنا عليهم يجوا معانا يا جدعان عشان دول الناس دي هتكسب معانا بقى فلوس وبتاع. دلوقتي يا جدعان بقى هنسالكم سؤال يعني بسيط خالص. انت تقلده؟ انت بتقول انا بس مش حافظها قوي. انا ممكن اكون حافظ اول ايتين بس. طيب ماشي تعالى كده عشان خاطر الكاميرا تجيبك كده. طب من غير الكاميرا دلوقتي. لا 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 مش بالكاميرا. لا اعمل تيست على الكاميرا على طول.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عصت بربي وربكم إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ما شاء الله ما شاء الله عليك. اسمك ايه بقى؟ مصطفى. متابعنا انت على طول يا مصطفى؟ بجد والله. انا الايه دي عرفتها مننا ولا من الشيخ خالد؟ لا انا سامعها من الشيخ خالد. سامعها من الشيخ خالد اصلا. طب انا متفق معاك. ايه يعني متفق معاك ان انا اشوفك؟ احنا لسه اشيله. انا متفق معايا يا جدعان. انا شايفه هو بقدر اللي اصلا الناس بتقول لك انا متفق مع الناس كلها. يعني اي حد بيطلع معايا متفق معاه. انا شايفه هو بقدر الله. قول بقى انت عارف. هو قال فرعون ضروري تاني بس قول لنا. هو قال فرعون ضروري تاني كده بس. علي بس دلوقتي في 500 جنيه عشان احنا جبنا ال 5 مليون على الفيسبوك. ان شاء الله اول ما اجيب ال 6 مليون هننزل بكام بقى؟ اول ما جيبوا 6 مليون هننزل بكام؟ لا بقى 6000. عايزين نوصل 6 مليون في قد ايه بقى؟ يوم واحد صح كده؟ يقعدوا كلهم على يقعد كله يقعد يا جدعان. لو جبنا 6 مليون بعد الفيديو ده هنزل لكل واحد 6000 جنيه حبيب اخوك. يلا بقى اسمعوا على بعض اللي انا قلت عليهم يا جدعان. ماشي؟ مش طيب والله.